المنافسه في رمضان 2017 كانت شديده، ومستوى الدراما المصريه الحقيقه يعني حصل قفزات في السنوات الماضيه وخاصه السنه دي، فشايف ده ازاي؟ دي حاجة اندلت على شيء بتدل على يعني انه في شغل، في ناس بتفكر كويس، في جيل جديد بتاعنا عموما كشباب واللي قبلينا سواء من قدام الكاميرا او من ورا الكاميرا، ناس موهوبة جدا جدا وناس تقيلة قوي في شغلانتها، وكل ما اشتدت المنافسة دي حاجة ايجابية مش حاجة سلبية، بالعكس. بس في صالح المشاهد في الاول طبعا، في صالح المشاهد وفي صالح الصناعة، لانه في الاول وفي الاخر احنا بنهتم يعني عايزين زي ما المشاهد ينبسط زي ما الصناعه تفضل زي طبعا تستمر وتعلى وتعلى وتقوى، لانه دي حاجه في الاول وفي الاخر سمعه بلد، زي ما احنا بنقول مصر رائده دايما في الفن ومصر ما اعرفش ايه وبتاع. بس يعني انا ليا وجهه نظر مختلفه شويه، لانه الرياده في الفن مش بالسمعه والحضاره وال7000 سنه والحاجات دي كلها، لازم نفضل نشتغل طول الوقت، فلو ما اشتغلناش طول الوقت الموضوع هيتسحب، بس احنا ما بنحبش نشوف الحقيقه كده يعني. بس